وكان من المتوقع أن تعطي الضوء الأخضر لإرسال قوات دولية إلى لبنان. وطلائع القوات الإيطالية الهادفة إلى تدعيم قوة الأمم المتحدة في لبنان تواصل انتشارها في جنوب البلاد. إلى اللقاء. نعود لمواصلة الحوار مع ضيفنا، ضيف برنامج سبعة أيام، سيد مازن مكية. سيد مازن، أسألك، يعني في تصريح لك الأسبوع الماضي تقول إن هناك جهات بدأت اعتماد مبدأ تعطيل الحياة أسلوبا لحل أزماتها كوزارة النفط يعني، والمثال هنا لك، وتقول إن هذه الوزارة تستفيد من حظر التجوال لتوفير خزين يساهم في حل جانب من أزمة نقص المشتقات النفطية. ولكن حقيقة أسألك، إن هناك تحديات أمنية ضخمة هي التي تتطلب إجراءات مثل حظر التجوال، كيف تربط يعني هذه التحديات أو تغيبها في تصريحك لصالح إجراءات بعض تصب في مصلحة بعض الوزارات؟ يعني الوضع الأمني المتردي هو الذي استوجب وضع خطط بمراحل، ربما مرحلتين أو ثلاث. نعم. وهذه الخطط الأمنية لا يفترض أن يكون حظر التجوال هو الإجراء الأساسي الأول فيها. نعم. لأن هذا الإجراء كان يفترض لمن وضعوا هذه الخطط أن يحسبوا حساب المواطن الذي يعاني من غياب ويقع تحت وطأة غياب فرص النماء الاقتصادي وتعطيل الحياة، معناها فقدان انسيابية الحياة ومعناها زيادة معاناة المواطن العراقي. نعم. أنا لا أرى أن ما يقال عنها خطط أمنية، إذا كانت هي خطط صحيحة وناجحة يجب أن توفر حالة استتباب الأمن بالإضافة إلى حالة انسيابية الحياة. وإلا أنا أسألك بالله، تعطيل الحياة بالنتيجة كنتيجة كمسلمة كبديهية أنه سينهي الأزمة. عندما يضايقك أحد ويسبب لك أزمة بقتله ستنتهي هذه الأزمة. وحظر التجوال أنا لا أقول أنه إجراء غير طبيعي في حالة الأزمات، ولكن إذا كان هذا الإجراء كإجراء أساسي ومتكرر في كل مرة فإنه سيسبب تعطيل هذه الحياة، ولا يمكن بعد ذلك اعتماده بهذا الشكل المتكرر. وإلا أين هي الخطط التي وضعت؟ هذه الخطة خطة تعتمد بالدرجة الأولى على حظر التجوال بشكل مستمر، لا تسمى خطة. يعني هذه مسألة طبيعية، المواطن العادي ممكن أن يقول لنعطل الحياة تنتهي هذه الأزمات. نحن نشير إلى الخطط الأمنية، يجب، أنا أشرت في تصريحات سابقة أن الخطة الأمنية الأولى مثلا دللت على ضعف الجانب الاستخباري في هذه الخطة. وأنا أضرب على ذلك شاهدا ومثلا، الزرقاوي الذي عانينا منه من سقوط النظام وإلى أن انتهى أمره لم يقضى عليه بواسطة الانتشار الواسع للقوات والانتشار المعلن في الشوارع ووجود المصدات والسيطرات وتعطيل الحياة وحظر التجوال، وإنما ألقي القبض عليه بواسطة المعلومة الاستخبارية الدقيقة ومن ثم الاستجابة لهذه المعلومة الاستخبارية. متى؟ عندما أرادت جهات معينة أن تنهي أمر الزرقاوي وتقلب هذه الصفحة لتبدأ صفحة أخرى، كانت المعلومة الاستخبارية هي الحل وهي الحسم في هذا الجانب. أما أن نعول دائما على حظر التجوال بشكل مستمر، يعني عندما تحدثنا في هذا الجانب كان هنالك أسباب، وأنت رأيت بأن وزارة النفط مثلا أيضا أرادت أن تستفيد من حظر التجوال لإدارة أزمتها في توفير المشتقات النفطية. نعم. وأنا أسأل، يعني إذا انتهى حظر التجوال يا وزارة النفط، ماذا ستصنعين في توفير المشتقات النفطية؟ الآن الحل الذي رأيناه من وزارة النفط هو توفير ما يمكن توفيره من خلال حظر التجوال، والحل الجزئي الذي لجأت إليه وزارة النفط هو زيادة الاستيرادات، يعني أن نلقي على كاهل الميزانية العراقية أمرا آخر. ونعم قد نضطر إلى هذا الأمر، ولكن لا نقول أنه هذا العلاج الأمثل. وقد قالت أنها قامت بزيادة الاستيراد من 8 ملايين لتر يوميا إلى 11 مليون لتر، ولكنه على حساب الاستيراد. وأنت تعلم يا سيد العزيز بأن الدولة العراقية الآن تعتمد في موازنتها أو في إيراداتها على الميزانية العراقية على النفط بالدرجة الأولى، هو الشريان الأول.
وهذا يأخذنا إلى مسائل كثيرة. نحن في الدولة العراقية نعتمد على النفط بالدرجة الأولى، ممكن أن نعتمد كإيراد إلى الدولة العراقية الدول المانحة التي الآن تفقد الثقة لعدم وجود دراسات وبرامج وتخطيط لأولويات المشاريع، وليس لها الثقة بالجهات التي تنفذ ذلك. وأيضا يجب أن يكون للدولة العراقية موارد أخرى كالقطاعات الإنتاجية الآن المتخلفة أو ربما نقول المتوقفة تماما لرفض الميزانية العراقية بمورد آخر. وحتى ونأتي أيضا إلى مسألة مهمة تختص أيضا بجانب البرلمان اللي هو قانون الاستثمار، الاستثمار الذي يعتبر يعني قد تكون يعني عذرا أستاذ مازن حقيقة قد تكون هذه خطط بعيدة المدى من بغداد. الأمين العام لحركة أنصار الدعوة السيد مازن مكية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، وأنتم مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا، فاصل ونعود. جون بولتون في حديث خاص لبرنامج أحد الأسئلة. البعض اعتبر بأن موقفك الذي لم يساوي بين المدنيين اللبنانيين الضحايا وبين المدنيين الإسرائيليين الضحايا في الحرب الأخيرة هو موقف عنصري. ماذا تقول العرب الذين ربما يستمعون إليك؟ وماذا يقول عن إيران والخيار العسكري حيالها؟ المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة جون بولتون في حديث خاص لبرنامج أحد الأسئلة مع نديم قطيش هذا المساء في 10:00 بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. ما هي أسباب فشل المرأة في الحصول على مقعد في البرلمان الكويتي؟ الفزعة القبلية للناخبات أو كان قلة الوعي مما أدى إلى سوقهن إلى صناديق الاقتراع؟ وهل دخلت المرأة مرشحة وناخبة في لعبة الانتخابات؟ عدد الناخبات في التصويت في الصناديق فاق عدد الرجال. نرفع لها العقال لأنها نجحت نجاح كامل كناخبة. المجلس مع محمد الجاسم الثلاثاء عبر قناة الحرة. سعيا من كتاب العراقي وفنانيه وصحفيه إلى تأكيد دورهم الإنساني والعضوي في مجتمعهم، قرر اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين وجمعية التشكيليين تكوين هيئة مشتركة تجمع آلافا من حملة القلم ومبدعي الأفكار والجمال. التجمع الثقافي هذا طبعا بالطبع لا علاقة له بتجمع ثقافي كان أسسه عدي صدام حسين يوم نصب نفسه وصيا على الثقافة العراقية منذ العام 1992، لكنه أي هذا التجمع يطرح أسئلة جدية عن المكان المتاحة للمثقف في مرحلة بالغة الخطورة تعيشها البلاد وبالطبع يعيشها بكل تحدياتها الكاتب والفنان والمفكر والصحفي. تقرير زميلنا محمد العمار. بعد أن تناسلت هموم المثقفين جراء تهميش المؤسسات السياسية والاجتماعية لهم منذ سنوات، التأموا وشكلوا ما أسموه بالهيئة العليا للمنظمات الثقافية في العراق التي ضمت اتحادات ونقابات وروابط ثقافية وفنية وإعلامية كالاتحاد العام للأدباء ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين العراقيين وغيرها. أحد المؤسسين لهذه الهيئة أكد أن مهمة المثقف ستبقى مقدسة وبعيدة عن الخطابات الأيديولوجية. الفنان التشكيلي شأنه شأن كل المبدعين في العراق، قد تضرر كثيرا مما يجري من أحداث تراجيدية في هذا البلد. حقيقة كان فنان تشكيلي ينأى بنفسه عن الخطاب الأيديولوجي فيما سبق، والآن بقي بلا نصير بسبب عدم الدعم الحكومي. أدباء يعتقدون أن تشكيل هكذا هيئة سيرفع من مستوى مساهمة المثقف العراقي في الحياة العامة بعد أن اتهم من قبل البعض بالابتعاد عن هموم بلده وبقي يمارس عملا تكنوقراطيا حرفيا. أرى أن هذا التضامن بين جميع المثقفين في الوقت الذي يحميهم من الناحية النقابية ويجعلهم يقفون كتلة واحدة أمام مؤسسات الدولة المختلفة في الوقت ذاته هو يؤكد قدرة المثقفين على التفاعل مع الواقع الاجتماعي والسياسي.
ولأن المثقف زاده إبداعه ولن يقبل بالوصاية من أحد، فقد شدد المجتمعون على أن الاتحادات والنقابات المنضوية تحت لواء الهيئة العليا هي منظمات مستقلة تعتمد على الدعم الذاتي لتمويل أنشطتها. الدعم الذاتي فعلا أنه كل المستلزمات التي بدأنا بها تغطى من مالية هذه المنظمات، رغم أننا نتطلع دائما إلى دعم من الدولة تنفيذا لقوانين موجودة في الدولة تلزمها، تلزم وزارة المالية، تلزم وزارة الثقافة بأن تدعم المشاريع الثقافية في البلد سواء صحفية أو فنية أو أدبية. ولعل أهم ما أجمع عليه المؤتلفون طرح خطاب ثقافي جديد يختلف عن الخطاب السياسي. هذا الخطاب تنويري يؤمن بضرورة تلاحم العراقيين والتسامي على الخلافات الحزبية والطائفية والمذهبية وصولا إلى بناء مجتمع عراقي يؤمن بدولة المؤسسات وبقيم القانون. وللتعليق على الشأن الاجتماعي والثقافي في برنامجنا ينضم إلينا من بغداد الشاعر والصحفي رعد كريم عزيز. سيد رعد أهلا بك في برنامج سبعة أيام. وقبل أن أسألك تقبل مني التهنئة ولو متأخرة بالجائزة التي نالها كتابك الشعري مؤخرا. يعني أخي رعد أسألك، حين بدا الأدباء والكتاب والمثقفون العراقيون عموما بدوا خارج مدار التأثير في أحداث بلادهم على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية، يعني هل سيكون للمثقفين تأثير اجتماعي وتربوي إذا ما تجمعوا في مثل هذه التنظيمات، أقصد أن ينضموا في تكوينات أوسع من اتحاد أدباء واتحاد أدباء وكتاب ونقابة صحفيين وجمعية تشكيليين، أن يجتمعوا في هيئة ثقافية واسعة؟ هل تعتقد أن الأمر أعمق من قضية نقابات واتحادات؟ أخ علي، أولا أنا أشكرك جدا على التهنئة وهي لم تأتي متأخرة بسبب البعد بيني وبينك، وأنا أعتقد أن هكذا تجمعات السبب المباشر لها هو التشظي الحاصل في واقع المثقف العراقي. المثقف العراقي مثلا في اتحاد الأدباء لا يستطيع أن يحقق جزءا بسيطا من متطلبات الحياة الثقافية على الأقل من ناحية المطبوع أو الحضور الثقافي بسبب الوضع الأمني السيء، بسبب عدم اهتمام الدولة بالمثقف. وعندك مثال واضح، السنة لم يقام مهرجان الجواهري بسبب عدم التمويل، وبذلك ذبح هذا المشروع بأيد عراقية وعن يعني قصد مباشر لإماتة الثقافة. وإن العمل على هذا التجمع هو محاولة للم الشتات، وأعتقد أنه لن يحقق إنجازا يعني كبيرا. أخي رعد إذا تسمح لي، يعني أنت ضربت لي مثالا في تقصير حكومي، يعني أو يعني هكذا يدلني على تقصير حكومي سبب في إجهاض مشروع ثقافي، ألا وهو يعني مثالك هنا كان مهرجان الجواهري. يعني أخي رعد، كان المثقفون دائما يتحدثون عن ضغط الحكومة في مؤشر على النظام السابق، على ضغط هذه الحكومة وتأثيرها على الحياة الثقافية، ويقولون إنها سببت ضررا فادحا بالثقافة العراقية، ذلك إنها كانت تفرض نظامها الأيديولوجي وفكرتها. الآن يتحدث المثقفون عن أهمية دعم الحكومة، يعني حيرة حقيقة، حيرة. الحكومة بوصفها ضارة والحكومة بوصفها منقذة، يعني كيف يقيم المثقف وجوده الإنساني والتربوي بلا هذه العتلة، بلا عتلة الحكومة؟ نعم أخ علي، أنت تعرف أن الحياة الثقافية في العراق تحتاج إلى أبسط المستلزمات، منها الأمكنة لإقامة المهرجانات، منها الاهتمام بالمثقف لحضوره لدعوة حتى ولو بسيطة. المثقف العراقي يعيش
في دوامة العيش اليومي المضنك ويعيش كما كان سابقا لا بل أكثر، يعني ازدادت الخطورة أكثر بالنسبة لعيش المثقف. فنحن لا نطالب برفع اليد كاملة من الحكومة. أستاذ رعد، أين مكان الخطورة الجديدة يعني؟ نعم، على الأقل مكان، نعم نعم، مكامن الخطورة في الحياة اليومية. الحياة المثقف هو إنسان عراقي موجود في هذا المجتمع، لا يمكن أن يتحرك لمكان عمله أو لإدامة حياته بسهولة، لذلك تتعرض الحياة الثقافية بمجملها إلى هذه الخطورة، فهو يحتاج إلى دعم يعني مبدئي أولي من الحكومة. نحن لا نخرب حياة سابقة وهي كانت تخرب حياتنا أصلاً، نعم، ولا نضع لها بديل، يعني يجب أن نضع بديل مناسب لكي يستطيع المثقف أن يقوم بمهامه التي هو لا يستطيع الفكاك منها لأنها تعيش في دمه. وأيضا الحكومات تحتاج إلى الإعلام وتحتاج إلى الثقافة وتحتاج إلى هذا الرافد المهم كما تعرف. نعم، الشاعر والإعلامي رعد كريم عزيز، وأنتم مشاهدين الأكارم، فاصل ونعود لإكمال الجزء الأخير من برنامج سبعة أيام. البيت الأبيض، هنا تتخذ قرارات سياسة أمريكا الخارجية، لكن ما هي الجهات التي تؤثر على هذه القرارات ومن أين تستوحى هذه السياسة؟ داخل واشنطن يستضيف جيمس هوب محرر مجلة فورين أفيرز أكثر المطبوعات تأثيراً على توجه سياسة أمريكا الخارجية. داخل واشنطن مع روبرت ساتلوف هذا المساء عبر قناة الحرة. راسلونا على insidewashington@alhura.com. تاريخ العالم كما يرى بعين المال، طبع حياتنا بأثره وبدل مسارها. كيف أمكن للاقتصاد الحديث أن ينمو ويزدهر؟ هذا ما سنعرفه من 150 رجلاً وامرأة من مختلف القارات والمشارب. سيرة المال في وثائقي ممتع اقتصاد العولمة، غداً 5:10 مساءً بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. يقول أستاذنا الباحث الدكتور قاسم حسين صالح إنه ما من عاطفة في الإنسان أنبل وأجمل وأروع وأبدع وأرقى وأرقى من عاطفة الحب، ليس فقط لأن الحب هو الذي يمنح الحياة معنى الوجود، بل ولأنه فيه وبه تعيش أيها الإنسان، تعيش عمرا أطول وصحة أوفر، وفيه وبه تتذوق جمال الناس والطبيعة، وفيه وبه تحب الناس، وتلك أسمى الفضائل. وأظن أن العراقيين عشاق بالفطرة، هكذا القول لأستاذ علم النفس الاجتماعي. ويقول أيضا أن 4 حروب كارثية عطلت المراكز الخاصة بالحب والعواطف الرومانسية وتذوق الجمال عند العراقيين، لتنشط بالمقابل المراكز الدماغية المتخصصة بالألم والخوف وتوقع الشر، وصار مزاج الناس سوداويا. والواقع أن الحق معهم، فالأحبة صاروا يرحلون الواحد تلو الآخر، بل صاروا يرحلون جماعات جماعات في مشاهد تراجيدية، وتحولت ليالي الأنس والطرب إلى طقوس مأتمية، وهو ما أشر إلى تحول خطير نفسيا. كذلك المثقفون بدوا أو أصيبوا بعدوى المزاج السوداوي للناس، وصاروا بين نائح بكى في مأتم الأحزان وبين عازف عن الكتابة، وكأنهم قد قرأوا على الحب السلام. هذا القول دائما أو هذا الاقتباس كله كان من مقال كتبه الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح في ندرة الحب. وندرة الحب في بلاد الرافدين التي علمت البشرية أبجدية الحب في تقرير فلاح ذهبي. كل أعضائي هادئة إلا العراق، قالها شاعر عراقي أيام السبعينات، وربما كانت بداية القلق
الذي تحول إلى توتر حاصر مناطق الحب في الذاكرة في زمن على فيه صوت العنف والتطرف، فتصحرت حتى الأشجار التي حملت ذكريات المحبين وأطاحت بالجدران التي وثقت لحظات اختبائهم فارين من رصد المارة. العنف المتواصل ربما سيشوه قيمة الحب بتنوعه، وسينشأ مشوها بعد أن خذله المدافعون عنه شعرا ومحبين. يشوه ويبطئ استعادته. يعني احنا المفروض نستعيد مشاعر الحب لما نعيش حياة طبيعية، لما نشوف حوالينا الأشياء الجميلة اللي هي تتناسب ويا مشاعر الحب. يعني أكيد هناك مشاعر سلبية لا يمكن أن في ظلها أنه الحب ينمو أو يزدهر أو يكون مشاع بين الناس. فأنا أعتقد أنه ما نمر به حاليا هو راح يجعل عملية استعادة المشاعر الحب والتمتع بها كحاجة إنسانية عملية بطيئة، وراح تأخذ وقت طويل إلى أن نقدر نسترجعها. ويشير الدكتور قاسم حسين صالح أخصائي علم النفس واصفا تدهور طائفة المحبين التي تهمشت في ظل الانقسامات الطائفية إن عضو الحب الدماغ تعطلت فيه المراكز الخاصة بالحب والعواطف الرومانسية وتذوق الجمال، مضيفا بسبب اعتياد الناس على رؤية نقيضه الدمار، وانعكس ذلك حتى على علاقات الفرد بين أسرته. الخوف بدأ متراكم في بيتنا. يعني أنا مثلا عندي أولاد طلاب جامعة، حتى يعني أتمنى يعني أكدت وكان يكون حددت حالة هذه السنة، إذا بقت الحالة هالشكل ما أدرس من المدارس، أتقوقع في بيتي لأنه أخاف عليهم، لأنه انفقدت كلمة الحب بالشارع، انفقدت حتى مع المسؤول، انفقدت حتى مع الإنسان الجامعي، انفقدت حتى مع الأستاذ، انفقدت مع حتى الإنسان العادي. وليس أمام من حاصرهم العنف إلا اشترار ما تبقى في الذاكرة من صور شعرية. وفي مكان آخر وليس بعيدا عن ضجيج سيارات الإسعاف ودوي الانفجارات، ثمة من لا زال محبا ويصنع عالمه الخاص. أنا دائما أعيش في الحب، عندما أكتب أحب، وإذا لم أجد إنسانا أحبه أحب نفسي، أحب القلم، أحب الكتابة، أحب الورق، أحب الحياة بكل معانيها الجميلة. وأخيرا نختم بما قاله الشاعر الراحل يوسف الصائغ: إنه الحب هذا رهاني الأخير، زهرتان على القلب ذابلتان، وسبع شموع تنير الضمير، وأنتم خذوني بطيبة قلبي، فإن المحبة طيبة القلب، والشعر مغفرة، وزمان المحبين جد قصير. لبرنامج سبعة أيام فلاح الذهبي الحرة. أخي رعد، دعني أعود بك إلى العام أو صيف العام 1975. كنا مجموعة من الأصدقاء ودعوتنا إلى بيتك، بيت العائلة في الحلة. كنا نشاهد فيلم شارلي شابلن أضواء المدينة، إذا تتذكر. كان فيه مشهد انكسار يصور يعني لحظة عاطفية، مشهد انكسار الشخصية الأساسية اللي يمثلها الفنان الراحل شارلي شابلن، وانعكس هذا المشهد بتأثيراته علينا جميعا حتى كنا أقرب إلى لحظة استدرار الدم. يعني أسألك، هل هناك الآن ناس في العراق يبدو يعني قريبين إلى هذا المعنى، أن هناك يعني مشاهد أصبحت مشاهد تؤثر فيهم وجدانيا، أم أن هذا الموت المتدفق انتزع من قلوبهم ومن أرواحهم هذه اللمسة؟ أخ علي، أنت أوجعتني الآن بالذكريات، ولو أن هذه الذكرى هي تحت لسان ذاكرتي، وأنت صديقي منذ زمن بعيد، وكان معنا أتذكر الشاعر شريف هاشم الزميلي ومجموعة أخرى. نعم. بالحقيقة الآن أنت
كشاعر لا تستطيع أن تعقد ألفة ولو بسيطة مع بلبل على نخلة الجيران، لأنه سيفزع شاء أم أبا من الإطلاقات الكثيرة. لا يمكن أيضا أن تبني عشا لك أو لأولادك في مكان ثابت بسبب من الأوضاع المضطربة. الحب الآن هو أصبح غائبا وهو في الذاكرة كما ورد أيضا في تقريركم الجميل. بالحقيقة أن الشاعر الآن يبحث عن بديل للحب أو يحاول أن يتماسك أكثر لكي لا يفقد هذه الشعرة الضعيفة. نعم، يعني أيضا في الموضوع ذاته أخي رعد، البلاد نعم. التي علمت البشرية، وأنت تعرف هذا جيدا مثل ما يعرف ملايين العراقيين، البلاد الرافدين علمت البشرية الأبجدية، وهذه البلاد أي بلاد الرافدين علمت البشرية أيضا قصائد الحب وأغانيه. يعني اليوم تبدو هذه البلاد وكأنها لا تعرف الحب. يعني أرجع وأعود لك وأسألك، شاعرا وإنسانا وشاهدا على هذه الوقائع، كيف تقرأ هذه التحولات؟ أخ علي، يعني المسألة هي أصعب من أن تصفها بدقة كما تشعر بها. يعني الشعر الآن أصبح مستوحدا، والشاعر أصبح كائنا وحيدا، وهناك صعوبة أيضا في التوصيل. يعني أنت كما تعرف الحياة الثقافية والحب والود والألفة تحتاج إلى ناس، تحتاج إلى زيارات، تحتاج إلى أمكنة ثابتة في الذاكرة، ولو نوعا ما فيها نوع من الرقة ومن البساطة ومن الحياة. هذا الامتداد يتقطع ما بين لحظة وأخرى، تقطعه صوت عبوة ناسفة، أو يقطعه صوت سيارة إسعاف، أو يقطعه تهديد ما. الحياة المعطلة لا يمكن أن يبزغ بها الحب بسهولة. الإنسان العراقي الآن يشعر أنه يتحرك في خزين ذاكرته لكي يبقى إنسانا على الأقل. هو يخاف أن يغادر إنسانيته، خاصة إذا لم يستطع أن يغادر هذه البلاد تحت ضغط أو أي تهديد ما. نعم، من بغداد الشاعر والصحفي رعد كريم عزيز، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وأنتم أعزائنا المشاهدين، شاركوا في قراءة الأحداث وتحليل ما شهدته البلاد في أسبوع، راسلونا على بريدنا الإلكتروني 7days@alhurra.com حتى السبت المقبل. هذه تحية من أسرة برنامج سبعة أيام، وهذا علي عبد الأمير عجام، يودعكم برعاية الله وحفظه. عالمنا ليس عادلا، فالناس ليسوا سواء من الناحية المادية. هل من الممكن أن تمد الدول الغنية يد المساعدة لتلك الفقيرة؟ تعرف إلى حقائق الرأسمالية العالمية وكيف يمكنها أن تساهم في وضع نهاية للفقر. فوائد الرأسمالية في البرنامج التالي. ماذا عن أزواج مختلطين اختاروا الاستقرار في فرنسا؟ بما على هؤلاء التضحية؟ وكيف يمكنهم التأقلم سويا؟ بيني وبينها حاجز يعني في الحياة. عشت معها 3 سنوات أظن لم يكن فيها يعني سعادة، كانت كلها يعني جحيم. مع الناس هذا المساء الساعة 6:10 بتوقيت بغداد عبر قناة الحرة. إذا كان موضوع الخلايا الجذعية قد أثار نقاشاً حاداً، فهل تتوفر في أسنان الأطفال بدائل لهذه الخلايا؟ التفاصيل في أخبار الحرة هذا المساء. بالعراقي أريد له أن يكون نفس التوافق الوطني. نقطة تخدم الوطن.